السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبتدي النهاردة في حلقة جديدة في برنامج حلم الرشاقة. الحلقة دي بالنسبة لي أكثر تشويقا لأن أنا هستضيف فيها حد من المرضى بتوعي، ومش هسميها مريضة، هسميها صديقة عزيزة لأن هي خست معايا وبقالها فترة طويلة معايا ومثبتة الأيام دي. ازاي حضرتك يا مدام ابتسام؟ عاملة ايه؟ الحمد لله. سن حضرتك قد ايه يا مدام ابتسام؟ 47 سنة. طيب انت عاملة اي عمليات؟ عاملة عملية شيل رحم، عاملة فك التصاقات، شايلة يعني جزء برضو من الأمعاء. فكل ده كان مأثر عليا، زائد الوزن التقيل اللي أنا كنت فيه، فكل ده كان يعني مأثر عليا في حركتي، مأثر عليا في ماشي، مأثر عليا في بيتي، مأثر في حياتي حتى مع زوجي. فالحمد لله دلوقتي بقدر أتحرك، بقدر أشتغل في البيت، بقدر أشتغل في شغلي، بقدر اتحرك اروح مشاوير، بقدر امشي، بقدر اعمل رياضه الحمد لله. بدات التخسيس معايا من امتى؟ من حوالي سنه وثلاث شهور بالظبط. الفتره دي فصلت فيها؟ فصلت فيها لمده سفر حوالي شهرين، يعني تقريبا كده شهرين. عرفتي تثبتي في الفتره دي ولا كان في مشكله شويه في الاكل او اللخبطه؟ لا، هي ما كانش في مشكله اكتر من هي عمليه التركيز اكتر، ان انا بالحاله النفسيه هي اللي كانت مخلياني اثبت وبثبت بطريقه صح، يعني العمليه النفسيه مش اكتر. لسه بتخسي ولا بداتي دلوقتي تثبتي؟ لا، انا دلوقتي حاليا بثبت يعني لفتره ما كده، وبعدين هنرجع تاني عشان يبقى الوزن اكتر، يعني ممكن نقول بعد رمضان بقى نثبت وننزل تاني بقى بعد رمضان، نحاول ننزل يعني حاجه تاني من الموجود، من الوزن الموجود ان شاء الله. ان شاء الله. بقالك قد ايه مثبته؟ بقالي 3 شهور. وزنك زاد فيهم؟ لا خالص. لا لا لا. طيب كنت بتعملي ايه عشان وزنك ما يزيدش؟ كنت بمشي على السعرات اللي حضرتك مديهاني، كنت باكل الاكل الطبيعي اللي المفروض ان انا كنت باكل كل حاجه. مش هقول لك ان كنت باكل كل حاجه، بس باكل بالسعرات على قد السعرات اللي هي المفروض ان انا اخدها، مع نظام الرياضه، مع نظام الحركه، مع الراحة النفسية، مع استقبال التعليمات اللي كنت باخدها من حضرتك. فكل ده ساعدني. كنت بتمارس اي رياضة؟ كنت بمارس، بمارس، بمشي، بتحرك على حركة برضو يعني لحد ما. بمارس رياضة بس الحمد لله، يعني الحمد لله كتير كتير كتير. طيب الحمد لله. الحمد لله. كنت كام يا مدام ابتسام وبقيتي كام؟ كنت 120 كيلو، حاليا دلوقتي 87 كيلو. وثابتة على الوزن ده؟ ثابتة على الوزن ده. طيب الفتره دي كلها ما زهقتيش، ما ملتيش؟ طبعا انت عامله عمليات والعمليات اثرت على معدل الحرق. كنت بتزودي ازاي؟ كنت بقول لك ايه عشان تزودي معدل الحرق؟ كنت بزود معدل الحرق بنظام التغذيه او بنظام الحاجات الطبيعيه اللي كنت باخدها. كنت بمشي على النصايح اللي كنت باخدها، او بمشي على نصايح السعرات اللي المفروض ان انا اخدها. كنت مثلا المفروض ان انا اخد سعرات مثلا 1200 سعر، كنت بحاول زي ما بتقولي لي حضرتك خدي 100,000 سعر، كنت باخد 900 سعر. ما كنت بنفذ التعليمات بحذافيرها، يمكن اكتر كمان تحفيزا، لان انا مبسوطه من النظام، ان انا بلاقي نتيجه بعد ما باخد التعليمات، بلاقي عندي استعداد نفسي، لاني كنت باخدها على انها مشوره من صديقه، مش من دكتوره بامانه، يعني كنت باخدها على انها يعني نصيحه من صديقه. فبالتالي كنت الحمد لله بمشي عليها، والحمد لله جابت معايا نتيجه، والحمد لله عايشه حياتي طبيعيه، يمكن احسن من ما كنت في الاول، من حوالي يعني بالتقريب كده 10 سنين. يعني انا حاسه ان انا سني كمان ما شاء الله. اللي بيشوفني ما بيدينيش سني، ما شاء الله الحمد لله. طيب الرياضه فرقت معاكي في موضوع معدل الحرق؟ اكيد. كنت بتمارسي بشكل منتظم؟ يعني على الاقل 3 مرات في الاسبوع كنت بمارس رياضه. فدي برده كانت فارقه معايا كتير، لدرجه ان انا لما كنت ببطل كنت بحس نفسي ان انا خملانه، كسلانه، مريضه، عندي حاله كسل ذهني، مش قادره افكر حتى في شغلي، مش عايزه اصلي، مش قادره اقوم، يعني عندي حتى قراءه القران كانت الرياضه بتفتح نفسي ليها. بحس ان انا عايزه اقرا، عايزه اضيع وقتي، كنت بحس حتى ان اليوم طويل. في حاجات كتير عايزه اعملها من كم النشاط اللي كنت ببقى فيه. طيب كنت بتعاني من بعض المشاكل زي العظام، او في خشونه، او في اي مشكله في الحركه؟ كان في، مش هقول لك لا، كان في يعني بحس مثلا ساعات ان كسلانه، عظمي حاسه انه تقيل كبير كده، وحاسه ان انا ست مسنه، يعني معديه يعني السن باكتر. الحمد لله. بس دلوقتي الحمد لله، يعني الحمد لله الحمد لله فرق معايا كتير، انزل الوزن،
تنظيم التغذية، تنظيم السعرات اللي هي مناسبة لسني ومناسبة لحالتي الصحية، لأن أنا حالتي الصحية تستوجب مني أن أنا أحافظ على سعراتي عشان أقدر أمارس حياتي كشغلي كبيتي كالتزامات ورايا من كل الاتجاهات. عضلاتك دلوقتي بقت أقوى من الأول؟ أكيد أكيد أكيد، يعني أنا ما كنتش بمشي مثلا، كنت بحس ان انا لو مشي في 10 دقايق ان انا بنهج، ان انا حاسه ان انا عايزه اقعد، فقرات ظهري تعباني، حاسه بخمول، حاسه ان انا في تنميل. دلوقتي الحمد لله انا بمشي اكتر من ساعه، ممكن امشي ساعه في اليوم، ممكن اتحرك كتير، ممكن فرقت معايا كمان في لبس العالي اللي كنت بلبسه الاول، فقدت ان انا ما كنتش بلبسه فتره كبيره، دلوقتي بقيت البس مثلا وليكن مثلا يعني كعب مناسب شويه عشان طولي. الحاجات دي كلها فرقت معايا بالنسبه للوزن. كويس، يعني اثرت على نفسيتك كتير. اكيد اكيد. طيب الفتره أكيد. الطويله دي ما فقدتش حماسك ابدا؟ كان ايه اللي بيزود حماسك لا الفتره لا. الطويله دي؟ ما فقدتش حماسي لدرجه ان في حد سالني، ومش حد غريب يعني، يعني هو زوجي قال لي انا لولا ان انت بتتعاملي مع الدكتوره وبتتعاملي معاكي على الحاله النفسيه انا واثق انك ما كنتيش هتكملي تاني، وبقول الكلام ده بامانه، ويمكن جوزي يسمعني في يوم من الايام وانا بقول السر دوت، لان هو قاله لي بيني وبينه، قال لي لو ان انت مع حد تاني غير الدكتوره خلود ما كنتيش هتكملي، لان انا بحس انك بتروحي عند اختك او بتتكلمي مع اختك لما بتكون فيكي حاجه وبترجعي لي تاني ذهنك صافي مرتاحه نفسيا وكاني ما فيش اي حاجه. اكيد مش انا الوحيده اللي عملت ده، ارادتك اول حاجه. الحمد لله. تاني حاجه فينا فريق عمل كويس بعد التشجيع بعد التشجيع؟ لا لا لا، ما شاء الله البنات ما شاء الله موجودين في المركز، ما شاء الله عليهم ما شاء الله عليهم، استقبالهم اختلاطهم برضو بالناس كويس جدا، وعامل روح كويسه، وده الحمد لله الحمد لله. حمستك لحد ما؟ اه اكيد. حب ان انا اجي المكان عشان بلاقي فيه يعني ابتسامه، بلاقي فيه مثلا كلمه كويسه، الحمد لله يعني هم بامانه بتعامل معاهم كانهم ولادي. مش هكذب عليكي، بتعامل معاهم على انهم ولادي لان هم في سن ولادي. وحضرتك طبعا انا مش هقدر اقول لك انت قد ايه بالنسبه لي صديقه. ربنا يخليك. واكيد انا كده برضو الحمد لله. طيب بالنسبه لك كان في حد حمسك قبل كده في مثلا بيمارس معانا هنا رياضه، او مثلا ماشي معايا على رجيم، او انت حاولت تحمسيه؟ انا شفت حالات هنا كان اول سؤال بتسالوني انت كنت كام وبقيتي كام، اقول لهم لو انتوا عايزين تبقوا زي ما انتوا شايفيني بتحرك بسهوله على المشايه على العجله على اي حاجه، خليكوا هنا وانتوا هتتحركوا زي ما انا دلوقتي بتحرك، بس مش هقدر اقول لكم كام عشان كنت بخاف عليكي من الحسد عشان انت شاطره. بس مش هقول لك اكتر من كده. ربنا يخليكي يا والله. فكنت بقول لهم دايما الدكتوره شاطره جدا، وخليكم معاها واسمعوا تعليماتها، ويا ريت ما تلخبطوش في نظام التغذيه في نظام الرياضه، خليكم ماشيين معاها على تعليماتها واتبعوا تعليماتها في ساعات النوم، في ساعات الحركه، في اللي بتقول لكم عليه في المشي، واكيد كان اللي بيبقوا موجودين معايا في المركز كانوا بيسمعوني وكانوا بيقولوا احنا بنشوفك بقالك فتره كبيره، بقول لهم انا مش باجي هنا عشان اخس، انا باجي هنا عشان اقضي وقت ممتع مع الدكتوره والبنات. والله العظيم. ربنا يخليكي، كانت تجربه كويسه. اكيد، وما زلت فيها، واقول لك الحق انا ناويه اكمل، وهكمل على طول لحد ما يبقى وزني بالظبط بالظبط كده حوالي 65 كيلو، بس ده اللي انا مخليه مفاجاه. ناويه تبقي قد كده؟ مش هقول لحد. عشان انا عندي صديقه قلت لها لازم البس الدريل بتاعك دوت في يوم من الايام. العمل النفسي مهم. اكيد 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 اكيد، بنسبه 98% العمل النفسي والدكتور. الدكتور هو اللي بيشجع، الدكتور هو اللي بيرفع المعنويه، الدكتور هو اللي بيحفز. وبعدين لازم يكون الانسان مننا، طالما دخل حاجه زي دي او خطوه زي دي لازم يكون عنده اراده. الاراده هي فوق كل شيء، يعني الاراده بنسبه 50% والدكتور بالنسبه ال 50% الثانيه، لو فقدنا حاجه منهم اكيد 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 لازم هيبقى في دروب في النص مش هنكمل. انا سعيده جدا بالتجربه دي، وشكرا يا مدام ابتسام، وانا نلقاكم ان شاء الله الحلقه القادمه مع برنامج حلم الرشاقه.